يمنع شعرك من التساقط بتناول 7 أطعمة أساسية لمنع تساقط الشعر. مرحبا بكم في قناة ريشة مفيدة. قبل متابعة هذا الفيديو المرجو الضغط على زر الاشتراك، ولا تنسى تفعيل زر الجرس ليصلك أحدث الفيديوهات ومقاطع مفيدة. مثل أي جزء آخر من الجسم، عليك أن تتذكر أنه حتى شعرك يحتاج إلى نوع التغذية التي يستحقها لينمو طويلا وقويا. عندما يكون الشعر صحيا ويتغذى سيكون قادرا على النمو، ولكن عندما يعاني الشعر من النقص التغذية سيكون عرضة للتقصف، ويمكن أن يصبح تساقط الشعر مشكلة كبيرة إذن لم يتم التعامل معه بشكل جيد في الوقت المناسب. ومع ذلك هناك فئات غذائية معينة مثل السيروم الفعال لشعرك، ويمكن أن يوقف تساقط الشعر أو على الأقل يقلل من تساقطه بسهولة. إليك الأطعمة 7 الأساسية التي يمكن أن تساعد في منع تساقط الشعر. أولاً البروتين. يتكون شعرك بشكل أساسي من البروتين، وعندما يكون هناك بروتين أقل في نظامك الغذائي لابد أن يتحمل شعرك العبء الأكبر منه. الآن قد تعتقد أن لديك بروتينا في نظامك الغذائي، لكن ما لن نفعله هو أن باقي الجسم يأخذ البروتين وآخره فقط يصل إلى الشعر، لذا فأنت بحاجة إلى بعض البروتينات الإضافية في نظامك الغذائي لضمان وصول كمية كافية إلى شعرك. أيضا من السهل العثور على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، وإذا قمت بتنظيمها في نظامك الغذائي المعتاد يجب أن تلاحظ انخفاضا كبيرا في تساقط الشعر. إذا كنت غير نباتي يمكنك أن تأكل الدجاج والديك الرومي وصفار البيض، وتشمل الخيارات النباتية الكرنب والفول السوداني والزبادي اليوناني والفاصوليا والعدس والحديد. إذا كنت ترغب في الحصول على الشعر الصحي فأنت بحاجة إلى دورة دموية المناسبة، والدورة الدموية المناسبة فأنت بحاجة إلى الحصول على كمية كافية من الحديد في نظامك الغذائي، لأن الحديد يساعد في توصيل الدم والأكسجين بشكل صحيح إلى أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك فروة رأسك. وأظهرت دراسات أنه عند حدوث فقر الدم المرتبط بنقص الحديد في الجسم يكون هناك تساقط للشعر أيضا، ويمكن أن يحسن علاج الحالة الصحة للشعر أيضا. أسهل طريقة لزيادة الحديد في نظامك الغذائي هي إضافة جميع أنواع الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والفاصوليا وحبوب كاملة، ويمكنك أيضا تضمين اللحوم الحمراء وصفار البيض والمحار وبلح البحر. ثانيا السيليليوم هو عنصر التتبع التي وجدت في الجسم، ويساعد على جعل سيليون بروتينات التي هي بحاجة للحصانة وتمثيل غذائي وتشجيع أيضا نمو الشعر الجديد من خلال تحفيز بصيلات الشعر الجديدة. إذا لم يكن هناك ما يكفي من السيلينيوم في جسمك فسيتم استخدام السيلينيوم الموجود، وسيؤدي ذلك إلى تشوهات في بصيلات الشعر مما يؤدي إلى التكسر. قبل أن تندفع إلى أقرب عيادة لاستعادة الشعر قد ترغب في تجربة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم مثل الأسماك واللحوم والمكسرات. ثالثا الزنك. في حين أن الزنك يمكن أن يعزز نمو وإصلاح الأنسجة
فإنه مهم أيضا لفروة الرأس وصحة الشعر، لأنه يمكن أن يحافظ على إنتاج الغدد التي تفرز الزيت الموجود على فروة الرأس من أجل الحصول على كمية كافية من الزنك في نظامك الغذائي المعتاد. قم ببساطة بتضمين بذور القمح والحمص، وإذا كنت غير نباتي فقم بالمحار واللحوم وأوميغا 3 الأحماض الدهنية. هذا عامل حاسم ليس فقط للحصول على البشرة رائعة، ولكن أيضا للشعر الجيد حقا. بمجرد وصول أحماض أوميغا 3 الدهنية إلى فروة الرأس سوف تخترق جذع الشعر وأغشية الخلايا وتضمن نمو الشعر بشكل صحيح، كما أنها تزيد من مرونة الشعر مما يقلل أيضا من فرص التكسر. ومع ذلك فإن مشكلة الأحماض أوميغا 3 الدهنية هي أن الجسم لا يستطيع إنتاجها بمفرده، ولهذا السبب تحتاج إلى تناول الأطعمة الغنية بها، السمك السلمون والتونة والجوز وبذور الكتان واللفت وبراعم كلها مصادر رائعة. فيتامينات: الفيتامينات ضرورية لنمو الشعر وخاصة فيتامين A وفيتامين C، لأن هذه مساهمة في إنتاج الزهم وهي مادة دهنية موجودة في بصيلات الشعر الخاص بك، ليس فقط مكيفا طبيعيا للجسم بل هو أيضا ما يساعد على منع التقصف. يزيد فيتامين G الحديد في الجسم مما يؤدي إلى أكسجة بصيلات الشعر بشكل أفضل. ما عليك سوى إضافة بعض السلق أو السبانخ أو البروكلي إلى سلطتك، أو صنع بعض البطاطا المقلية أو حساء اليقطين للحصول على ما يكفي من الفيتامين. نظام غذائي: المغنيسيوم، على الرغم من أنه أحد أكثر المعادن وفرة في الجسم، إلى أنه ضروري أيضا لعدد كبير من ردود الفعل في الجسم بما في ذلك نمو الشعر. لهذا السبب في الكثير من الأحيان لا تكفي كمية المغنيسيوم في الجسم، ويمكن أن يؤدي النقص بسهولة إلى تساقط الشعر. ومع ذلك هناك الكثير من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والتي قد تكون موجودة في مطبخك الآن: الكاجو واللوز والأرز البني والعدس. ومع ذلك إذا خرج تساقط شعرك عن السيطرة فقد ترغب في التفكير في الحصول على العلاج الاحترافي لتساقط الشعر. ولهذا يجب الاعتناء بشعرك جيدا قبل أن يقع وتجد نفسك أنك تعاني من مشاكل في شعرك. وإذا استفدت من الفيديو المرجو الاشتراك، ولا تنسى تفعيل زر الجرس والانضمام إلى قناة إشا مفيدة. وشكرا.